رجل سجن كاد سيسجن في دين لأبيه. نعم. هو بر بأبيه. نعم. بر بأبيه، ولكن الدين أبوه مات، فلا يريد أن يسجن والده. طيب. في حياته مات أبوه، قال للدائن انقل الدين علي. لما ذهب للقاضي أعطاه القاضي مهلة. نعم. فخرج، وبعد 3 أشهر القاضي من رأى وجهه رأى فيه الرضا، ورأى أنه تحمل الدين برا بأبيه. نعم. وله ما له ذنب. فلما عاد ابتسم قال جمعت الدين؟ قال لم أستطع وأنا جاهز للسجن. فأخرج الشيك القاضي وأعطاه الدائن. عجيب. قال أنت قاضي وأنت تسدد عني؟ قال ليس أنا، أحد رجال الأعمال. قال أسألك بالله قبل ما أقول، إن طلعت من عندي وأنا انشغلت بدينك حتى أوفيت عنك، ماذا كنت تصنع؟ لا إله. قال وقتي كله بين صلاة وسلام على رسول الله واستغفار. الله أكبر. واستغفار. استغفار. لزمت الاستغفار ولزمت الصلاة والسلام على رسول الله. كم تستغفر؟ قال أكثر من 13,000 مرة. الله أكبر. اسمع اللي لسانه، هذا الذي لسانه رطبا بذكر الله. والله. نعم. يعني أحبابي نحن نقول لبعضنا، بعضنا يا أخوان يذكر كل شيء إلا ربه، ويذكر كل شيء إلا نبيه. وذكر غير الله وترك الصلاة والسلام على رسول الله هي أحد أسباب الهم. إذا كان الذي يدعو الله فيجعل الدعاء كله يكفى همه ويغفر ذنبه ويقضى دينه. نعم. معنى ذلك إذا أنت نسيت الصلاة والسلام على رسول الله وذكر الله، فالهم يسكن صدرك والدين يقطع فرحتك بحياتك، ولربما ذنوبك تكون فوق رأسك تسقط عليك كالجبل. أيوة الله. لذا علينا أحبابي في هذا اللقاء بس تذكار، صل عليه واجعل من أورادك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما تلاحظ الصلاة، الصلاة المكتوبة من أركانها أن تصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. بل إن الصحيح في الصلاة الإبراهيمية أنه يصح للإنسان أن يقولها في التشهد الأول والتشهد الثاني. سبحان الله. يعني لو أن الإمام أطال في التشهد يقرأ بترسل التحيات وأنت ما شاء الله انتهيت، أشهد أن لا إله إلا هو، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعضهم يسكت. واصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، وأكملها، فإنها مما تعطر فمك ومما تزيدك أجرا، بل نص على ذلك جمع من أهل العلم. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبابي معناها أن الذي لا يكثر الصلاة والسلام عليه دعوى محبته لرسول الله ناقصة. ناقصة. وما بيصفها بغير كلمة ناقصة. ولا أريد أن أقول أنه في ذلك ادعاؤه غير صادق، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره.